هذه الحمله اللي هي كانت بدات من يوم الاربعاء 17 18 19 هو اليوم اللي اخر نهار في الحمله. كنا مبرمجين على ايتر تخليد لذكرى 20 غشت ثوره الملك والشعب وتخليد عيد الشباب المجيد، ذكرى ديال 20 غشت ثوره الملك والشعب وتخليد عيد الشباب المجيد. الحمله اللي هي كالعاده ديما ملي كتكون شي مناسبه كنبرمجوا اربعه الحملات في السنه كعادة للمهنيين سيادة الأجرة بصفة خاصة وللمواطنين بصفة عامة. من بعد كنا خرجنا بواحد النداء اللي هو الشعار ديالنا قطرة دم منا لنزرع الآمال. من بعد كنتفاجئوا بواحد الفاجئة هي ديال حديدة السير اللي وقعت ما بين مدينة خريبكة وبني ملال اللي كانوا الضحايا ديالها تقريبا 21 و24 ديال الضحايا. كنا مواكبين الحدث مع الصحافة وفي الرأي العام. ومن بعد كنسمعوا الخبر ديالنا اللي عاود خدمنا واشتغلنا عليه هو ديال أربعة ديال الضحايا مساكن اللي كانوا مسافرين عبر حافلات نقل المسافرين لنقلوا من المركز الإقليمي مدينة خريبكة إلى المركز الاستشفائي الجامعي بنو رشد. وسمعنا الخبر بأنهم حتى هما عندهم خاصهم الدم. وحنا ديما كعادة عاود اجتهدنا ودرنا تاكسيات اخرين سيارات اجره وعيطنا المنخرطين ديالنا ماشي على مدينه الدار البيضاء اللي من مدن خارج من الدار البيضاء ودرنا الحمله عبر سيارات اجره وسيارات العاديه. وكان واحد النداء اللي خرجناه للمواطنين. وبالمناسبه اليوم راه درنا سيره اجره اللي كينقلوا للمعلقين لافيش ماشي ككل الاخوان اللي معلقين حنا المنشور ديالنا راه كينقلوا المواطنين يجيبوا من المكان ديال وحده بالمجان. الحمد لله اليوم جينا نتبرعوا بالدم نظرا للحادثه ديال الشوهه اللي كانت واحد الحادثه اللي هزت بجميع المغاربه لا داخل الوطن لا خارج الوطن، اللي كانت واحد الفاجعه بصراحه بكل المقاييس. كنا حاضرين في عين المكان اللي كانوا وفيات 28 وفاه ومجموعه من الاصابات اللي خاصهم الدم. اليوم جينا نتبرعوا بالدم باش نوصلوا لهاد الناس يعني واحد نعازروا هاد الناس في هاد المحنه ديالهم وما نساوش تعازينا الحاره العائلات الضحايا اللي لقوا حتفهم في هذه الفاجعه اللي بكل صراحه عجز اللسان عن الكلام في هذه القضيه. هذا واجب وطني، أين اي مغربي حر خاص يسمع هذه الفاجعه الاليمه اللي سمعناها وتلقينا بواحد الخبر. خوفنا هاد الناس، لازم الانسان اي واحد يسمع يجي يتبرع بالدم ديالو باش يحيي الناس اللي في الاسعاف. الطرقات حتى هما بحاله مجريه لا يرتى لها. اما كنطلب من السائقين اللي كيبغيو يسوقوا بحذر وهما عندهم وليداتهم كيتسناوهم وهذوك الناس اللي وقعت لهم داك الشيء حتى هما راه الله يرحمهم والله يصبر العائلة ديالهم.